يمكن أي حد متابع الحدث الأهم في العالم دلوقتي هو كأس العالم، عارف إنه في ثلاث فرق كده أو ثلاث منتخبات هم دول اللي كانوا مرشحين وبقوة للفوز السنة دي في مونديال قطر 2022، وهم أسبانيا وفرنسا والبرازيل. لكن في الحقيقة امبارح حصل انقلاب للموازين تماما. هو احنا عارفين إنه المونديال ده مونديال مختلف وشايفين فرق جديدة بتنافس وبقوة، لكن امبارح العالم العربي كله كان فرحان بفوز المنتخب العربي والمغربي بامتياز، فرحة كبيرة قوي بتأهل منتخب المغرب للدور الثمانية لبطولة كأس العالم قطر 2022، ودي في الحقيقة في المرة أو للمرة الأولى في تاريخ مشاركات كأس العالم لأنه العربي تأهله للدور الثمانية، وده بعد فوزه على المنتخب الأسباني امبارح بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف. شفت امبارح تألق كبير قوي قوي لحارس المرمى ياسين بونو حارس المرمى منتخب المغرب اللي في الحقيقة صد ركلتين ترجيح، لكن في الحقيقة كانوا يعني ما نقدرش لا غبار عليهم، ما نقدرش نقول أي حاجة غير أنه كان فعلا مركز جدا، كان أسد في الملعب، هم حقيقي أسود الأطلسي. الحقيقة أن المنتخب المغربي بيقدم كرة مقنعة جدا، بيقدر أنه يتعامل بمنتهى الجدية والواقعية والحماس مع المباريات الكبيرة، رجالة في الملعب بياكلوا النجيلة، عشان كده احنا منتظرين انه المغرب يكملوا بنفس الروح والاداء. كلنا حاطين امال كبير عليكم، الفرحه كانت في كل الاماكن في الوطن العربي كله، اي مكان فيه الماتشات بتتذاع في كل مكان امبارح تابعت في البلدان العربيه كلها، فرحانين جدا جدا بالمنتخب المغربي. ان شاء الله نقدر ان احنا نشوفهم في المربع الذهبي، لانه اللي قدر على كرواتيا وبلجيكا والفريق المرشح الاكبر اللي هو اسبانيا يقدر على البرتغال في الدور الثمانيه ان شاء الله يا مصطفى. صحيح يا باسنتو، ربما يعني مش المصريين بس اللي فرحانين، اعتقد ناس كتير جدا من الناس اللي بتشجع الفرق اللي يعني ربما لم تتاهل. كلنا عارفين ان المونديال ده حكر على فرق بعينها حقيقي، وبدايه المونديال دي كان في مفاجآت ان يعني ايه فرق صغيره جدا قدرت ان هي تكسب فرق كبيره جدا، وده اللي ادالنا امل. كل الفرق دي ربما كانت روحها مع المغرب بتقول ممكن حد يعملها، فعلا ممكن حد يعملها من المنتخبات اللي ظلمت كثيرا على مدار السنين اللي فاتت. احنا هنا في صباح الخير يا مصر بنقول لكم يا مغاربه مليون مبروك لمنتخبكم، يستحق اكتر من كده من اول البطوله، وهم رجاله، هم عينيهم على المكسب وعلى الفوز. امبارح وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي قال بعد المباراه ان لعبته من البدايه ما جوش هنا عشان يلعبوا ثلاث مباريات بس، اعتقد ان دي الروح اللي لازم تكون موجوده قبل اي بطوله. ليه؟ لان انت من الاول انا مش براهن بس على ان انا اجي العب مباراتين وامشي، لا 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 لا، انا جاي اكسب، انا جاي اوصل للنهائي. قبل كده برضه ولو نفتكر لما سألوا الرجراجي عن الوصول للفاينل قال ليه يعني ليه لا ما نحلمش، لو ما حلمناش عمر الدافع ما هيكون موجود. ده كان رده بكل حماس وصرامه. امبارح ربما الرجراجي احسن ان هو يستغل كل ادواته المتاحه في الملعب، صنع بكل رجالته تاريخ جديد وكبير، ودخل المغرب فعلا لمرحله ما اعتقدش ان هو يعني ايه احنا في العالم العربي كنا نحلم اصلا ان احنا نوصل للدور الثمانيه. الحلو كمان في لعيبه المنتخب المغربي ان هم كل واحد عنده قصه كده، وكل واحد بيشارك الجمهور او جماهير الكوره عنده في بلده بقصته، وهو قد ايه عايز يوصل وعايز يحقق نجاح وعايز يفرح اهله بيه. قصه ملهمه جدا زي قصه اشرف حكيمي اللي في الحقيقه هو مش هيقبل بأي حاجة غير الفوز. المغرب انتصرت على المنتخب الأسباني وخدت الفوز من أنياب الأسد زي ما بيقولوا. مدرب المغرب بيقدر أنه يتحكم في زمام المباريات، وعنده عناصر كتيرة قوي بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا، وده مهم جدا، وده مخلي كل اللعيبة مركزة كويس قوي في الملعب، يمكن عارفين التكتيكس بتاعت الفرق التانية. عشان كده عندنا أمل إن احنا نشوف المغرب في الأدوار الأخيرة من بطولة كأس العالم، إن شاء الله يفوزوا. امبارح احنا كلنا اتفاجئنا اسبانيا حقيقي، لا كانت مرشحه الاكبر اسبانيا، منتخب اسبانيا احنا بنتكلم في منتخب من اهم المنتخبات الاوروبيه على الاطلاق، لكن احنا عندنا ايمان في المنتخب المغربي ان هم ان شاء الله يقدروا يفرحونا كلنا كعرب، لان فعلا انبسطنا قوي كلنا امبارح. وبغض النظر عن يعني اغلب عناصر المنتخب المغربي محترفين في انديه اوروبا وقادرين ان هم يلعبوا كره حلوه، وعندهم اللياقه البدنيه وعندهم التكتيك وفاهمين كويس يعني ايه كوره،
لكن اعتقد انه دعاء المغاربه ودعاء المصريين ودعاء العالم العربي كله كان سبب رئيسي برضه في الفوز. امبارح كانت فرحه المصريين بفوز المنتخب المغربي كبيره جدا جدا جدا. احنا سمعنا هتافات ما كناش بنسمعها في ماتشات الاهلي والزمالك، في البيوت، في الشوارع، في القهاوي، في الكافيات، الكل كان فرحان جدا بالانجاز الكبير ده. طول عمرنا بنحب وبنشجع المنتخبات العربية، لكن المرة دي أعتقد أن الموضوع كان فيصلي. يعني تاريخنا مع المغرب تاريخ طويل طبعاً، وعلاقتنا السياسية مع المغرب علاقة طويلة، والشعوب منصهرة مع بعضها، لكن الروح اللي كانت موجودة امبارح في المقاهي المصرية بتؤكد بالفعل على أن المصريين كانوا على قلب رجل واحد خلف المنتخب المغربي. إن شاء الله الماتش اللي جاي نفرح مع أخواتنا في المغرب في التأهل لدور الأربعة. يا رب نشوف ونحلم ونتمنى أن احنا نشوفهم. يعني أعتقد اللي قدر يتغلب على المنتخبات دي قادر على اللي جاي. يا جماعة دول عدوا عقبات قمة في الصعوبة، اللي جاي ما أعتقدش أنه هو صعب عليهم. إن شاء الله في تناغم في الفريق كبير، وإن شاء الله أن هم يقدروا يوصلوا مش بس لدور، يعني عدوا دور الأربعة، لا كمان أن هم يقدروا يفوزوا بكأس العالم. كلنا معاكم، كلنا بنشجعكم، مصر كلها يمكن الدول العربية كلها أكيد وراكم وفي ظهركم، فرحتونا وشرفتونا في كأس العالم، وإن شاء الله نشوفكم فايزين. ولكل عشاق الكرة أو يعني الساحرة المستديرة، إحنا على ميعاد وهنتابع دايما كل حاجة بتحصل في كأس العالم مونديال قطر 2022. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الفل.